السلام عليكم. ما يدق البال في الويب المغربي هاد الايام، شي حد يقول لنا او يفهمنا شنو طاري. واش لهاد الدرجه ولات العلاقات الاسريه والعائليه مباحه للجميع، واي واحد عنده الحق يتدخل في مصير اسره وعائله ويكون طرف وسط منهم واخا هو بعيد كل البعد عليهم؟ عائله بوكريشه كيف ما كيسمي راسو، صراحه ما عندنا ما نديرو بمشاكلهم او نتدخلوا في حياتهم الخاصه وماشي شغلنا فيهم، ولكن علاش ما نديروش تحليل لهاد الظاهره؟ حيت فعلا الخاصه دراسه معمقه باش نفهموا التوجه اللي غادي فيه الويب المغربي ومن خلاله المجتمع المغربي ككل. كنشوفوا اب مضحي بشرف بناته على قبل الفلوس وكيتجر بالسمعه ديالهم قدام الجميع بدون احترام او كرامه، وام امها الانتقام والحقد والكراهيه. ماشي شي واحد كابابل ويتوكد معايا مرخي قلبها كحال من جهه بناتها اللي هما صراحه ضحايا اب وام ومجتمع. وزوجة اب دخلت جلب لاسره اخرى من متتبعه وفيه الاسره المغربيه لزوجه ثانيه لراجل بمراته وعنده جوج بنات، ومجموعه من القنوات ما عندهم ما يداروا متبعين الشهوه والتفاهه فيما كانت. وما بين هذه وهذه كاين اتهامات جد خطيره وخطيره بزاف. الام دارت خبره طبيه لبنتها اللي في عمرها 17 عام واكتشفت انها ماشي بنت اي ماشي عذبه، وان النتيجه كتقول انها فقدت البكره ديالها ملي كان في عمرها 13 عام، وهادشي اللي خلى الام تشك بانها كدير علاقه مع الاب ديالها. صراحه اعترافات خطيره، والبنت وباها كينكروا كل هاد الاتهامات وانها باطله هدفها تشويه الصوره ديال البنت وباها. شوفوا على مستوى وصلنا ليه. صراحه يبقاو فيك غير دوك البنات القاصرات اللي خاصهم تاطير واحتواء من هاد الظلم والعالم الاسود ديال الويب، وانهم ولاو سلعه للعديد من المسترزقين كيطلعوا بهم نسب المشاهده. الاب حاليا رهن الاعتقال بسبب تطاول على القضاء، والمتتبعين ديالهم انقسموا لجوج اطراف، الطرف الاول مؤيد وداعم للام الاولى وانها تعرضت للظلم وعقوق بناتها، وطرف مع الاب وبناته ومرته الثانيه وان الزوجه الاولى حاقده وتعمات ليها البصيره ولات كدير اي حاجه باش تنتقم. صراحه هادشي ما كيعجبش وكيشوه صوره المجتمع المغربي. وانتم اش بان لكم في هاد الحريره؟ شاركونا ارائكم في التعليقات، واش هادشي اللي وصلنا ليه كيبان لكم عادي؟ وكيف العاده كان معكم صديقكم ميكرو مغربي.